الحمد لله كل شيء مزيان الحمد لله السلام عليكم السيد العالم السيد العالم ديال الاقليم السيد رئيس المتدرب استاذ نقيب سنة العميدة أشدد الشكر لكل من شرف بحضوره أشغال هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2014، وعلى بركة من الله وعون منه أعلن بصفة رسمية عن اختتام السنة القضائية في كتاشين وافتتاح السنة القضائية الجديدة 2014، وأطلب من السيد كاتب الطب تحرير محضر بما راجع في هذه الجلسة للرجوع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. إذن اليوم انعقدت بمقر محكمة سيناء بأسفي الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية. كما تعلمون أن هذه الانطلاقة أنها تأتي بعد الإذن ديال صاحب الجلالة الذي يعطيه ل الرئيس الأول لمحكمة النقد بافتتاح السنة القضائية على الصعيد الوطني، والتي تمت يوم 15/1/2024 بالرباط، ومن خلالها أعطى السيد الرئيس الأول لمحاكم المملكة انطلاقات افتتاح يعني السنة القضائية بمحاكمهم. إذن هذه هي مناسبة كتعقيد المحكمة، هي واحد يعني صارت عليه المحكمة من أجل أولا تقديم النشاط ديال المحكمة سواء على المستوى المدني أو الزجري أو التنفيذ أو التبليغ أو كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية خلال السنة، وكذلك تبيان البرنامج السنوي للسنة المقبلة 2024. إذن هي بطبيعة الحال يتم خلالها كما لاحظتم تكون هنا بالحضور ديال جميع الجهات ذات صلة بمنظومات العدالة أو بالسلطات المحلية. الهدف من ذلك هو انفتاح المحكمة على محيطها، لأن من كي يكون هذا الاجتماع أنها تنعرفوا كذلك بالمنتوج القضائي وبما وصلت إليه العدالة وما يعني أنه تصبو إلى تحقيقه في المستقبل. وبهذه المناسبة أن نشكر كل من شرفنا بالحضور، يعني سواء من الشخصيات المختلفة التي حضرت وكذلك من وسائل الإعلام. ومرة أخرى نشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.